السلام عليكم. This is نوها. Welcome to episode 26. Today we will learn how to read سورة الزلزلة. Now let's start. سورة الزلزلة. I will read it once and then we will read it together slowly, word by word. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Now again. Slowly, word by word, and repeat after me. Surat, Surat, Az-zalzala, Az-zalzala, Surat, Az-zalzala. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت وأخرجت الأرض الأرض
أثقالها. أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان الإنسان ما لها. ما لها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها. أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يومئذ
يصدر يصدر الناس الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن فمن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا شرا يره يره ومن يعمل مثقال
ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Now again, one last time. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. جزاكم الله كل خير. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed the lesson. Please don't forget to subscribe for more videos.